اهلا بحضراتكم. امبارح كنا لسه بنتكلم ازاي الوزراء شغالين لما النظام يقول لهم يلا نطحن المواطن، نطحن المواطن. اخره الطحنه اللي طالت رغيف العيش واللي على المسعالي المصلحي طلع هدد الملايين من الناس بالحزم. ملايين، خلي بالك ما طلعش قال لك مليون ولا حاجه. مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعل غاضب جدا مع تصريحات المصلحي واللي هدد بحذف، بص الرقم، 45 مليون مواطن من مستحق الدعم. شوف الفيديو اللي جاي ده كده. 25 مليون، يعني نقدر نتكلم من في الحدود دي؟ هم 25 مليون تقريبا بالبلدي تقريبا. دول ما حدش يقرب لهم طبعا ايا كان الاجراء هنا كان. او هنا النموذجين يا اما نحط نموذج ان احنا نرفع تدريجي ارفع ايه؟ سعر الرغيف تدريجي بدون المساس بهذه الطبقه، بالطبقه اللي هي تقريبا 25 مليون. معلش الرقم مثال. مهم والكلام مهم بس عشان نبقى واضحين. اتفضل مع الوزير. انا بتكلم في حاجه حساسه. افترض ان انا قلت الرغيف ب10 ساغ، يبقى الراجل ده عليه 5 ساغ. الخمس ساغ دي هياخدها نقدا على الفيزا بتاعته، هياخدها نقدا على المعاش بتاعه. يعني الرغيف هيبقى ب10 ساغ. مش صعبه، مش صعبه. معلش بالراحه. طب انت لو ركزت معايا هنفهم. انا مركز، انا عايز اللي بيتابع يبقى لا الناس تتابعني بالراحه. اذا كان الرغيف فرضا لو الرغيف ب10 بسين الراجل ده مش هيتحمل حاجه. ليه؟ هناخد 5 ناقص سين، يبقى ده تكلفته. نضربها في عددهم تتحول لفلوس، هيبقى معايا. بس السعر هيبقى واحد. سعر العيش ايه؟ هيبقى واحد. عشان لكن المجموعة دي معاها فلوس اكتر. معاها فلوس اكتر. وبالتالي الفرق يبقى هو. مظبوط؟ ونقدر نتحرك على 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين تبع المدة، بحيث نحرر الدقيق والقمح والعيش. نحرر. ما هو نحرر معناه يبقى حر. خلاص حر. بس انا ابقى بحافظ على مين؟ بحافظ على 25 دول. حلو كده؟ خلي بالك عشان طريقة الصياغة مهمة والله. احنا بنحافظ على 25 مليون. طب وبقيه ال 70 مليون يذهبوا للجحيم بقى؟ ما يعني مش هو ما يطلع، شوف اللذاذه، مش يقول لك انا هشيل 45 مليون، انا هحافظ على 25 مليون. طب وال 45؟ الناس بقى قالت ايه على تصريحات المصلحي واللي اعتبروها مش بس ظالمه، اعتبروها الغاء لمواطنه 45 مليون كده بجره قلم. خلاص انت مالكش حقوق. فارس المصري كتب يقول لك ايه؟ قال لك وزير التموين علي المصلحي قال ان 45 مليون مواطن كده اهو غير مستحقين لدعم الخبز، وان عدد الافراد المستحقين لدعم الخبز 25 مليون مواطن تقريبا. من اصل كام؟ من اصل 70 مليون متسجلين في منظومه الدعم. محدش قال له ان تلتين الشعب المصري فقير وهناك من دون خط الفقر. محدش قال له، ولو حد قال له محدش هيعبر. مش بس كده، باسم او حساب باسم يوسف كتب يقول ايه؟ اتكلم على تصريحات المصلحي اللي قال فيها انه لن يتم حذف المواطن اللي بيقبض 2000 جنيه، وفي وسط الكلام على المصلحي قال لك ايه؟ اللي بيقبض 2000 جنيه مش هنقرب له. خلي بالك عشان الصياغه غريبه جدا. فكتب له يوسف بيقول له ايه؟ طب هو وزير التموين امبارح بيقول على زياده العيش مش هنيجي على حد بيقبض 2000 جنيه. يعني اللي بيقبض 2300 ده اقطاعي مثلا؟ ايه المنطق يعني؟ مش بس كده. في ناس شافت ان حاله التبرير اللي بيستخدمها وزير التموين بحذف ملايين المواطنين، قال لك هو انا بحذف ليه؟ عشان ال 45 مليون دول لو دورت هتلاقي عندهم عربيات جديده وغاليه، وان ده المفروض ان ده يتحذف من التموين. مش انت معاك عربيه موديل 2018؟ طيب ما انت تموين ايه اللي انت عايزه يا ابني؟ ما تستحقش. فطلع قال لك ايه؟ زي ما كتب مين مثلا؟ تعال كده نشوف الناس علقت ازاي على القصه دي. ملك كتبت وقالت ايه ملك؟ وزير التموين بيقول في ناس بتاخد تموين عندهم عربيات موديل 2018، امال الفلتره اللي عملتها دي كانت ليه؟ وبعدين ده معناه انك نظام، انك ونظام ادارتك فاشلين. كم شخص عنده عربيه غاليه بياخد تموين، وانك تمنع التموين عن ناس تستحق وسايب ابو عربيه غاليه بياخد تموين، ده معناه انك تمشي ببساطه يعني. انما الفكره في ايه بقى هنا؟ فكره في زياده الاعباء على المواطن في الاخر، اللي هو كل حاجه يقول لك انا بصب في المصلحه. طب ما المصلحه اتملت كده خلاص، ما عادش في مكان. الناس بتتفاعل مع تصريحات وزير التموين بغضب مكتوم، مش عارفين يعملوا ايه.
زيادة سعر رغيف العيش شملت انتقادات لسياسة الجباية المستمرة اللي بتتبعها الحكومة مع الشعب، ويطلع بكل رجاحة يقول لك أنا بحافظ على 25 مليون. الناس كتبت له بتقول له الشعب مش بيلاحق، مش بيلحق يتخلص من مصيبة غير ويلاقي التانية نازلة على دماغه. من زمان واحنا عارفين ان رغيف العيش في مصر ليه مكانته عند الغلابة، واي حد بيفكر انه يغلي سعره الشعب بيصور عليه. وفين ايام الدكتور المحترم باسم عودة؟ ما الناس كده بعد علشان كده اعادوا فكرة تداول فيديوهات باسم عودة. مش اخواني يا جماعة والله، بس الناس شافت واحد فعلا قلبه على الناس، وناس عمالهاش حل غير ان هي بس همها انها تقضي على هذا المواطن، ويجي يقول له اصل رسوم النظافه بقت ب 40 جنيه ومش عارف ايه، العيش بقى بكام، وهتتلغي عشان انت هتتجوز مالكش بطاقه، هو في ايه؟ عشان كده الناس فرقت، لان الشعب ذكي، الشعب بيقدر يفرق مين الوزير اللي واقف مع الشعب ومين الوزير اللي بيطحن الشعب، مين الحكومه اللي قلبها على الشعب ومين الحكومه اللي كانت بتدور على هموم المواطن وتعالجها. ببساطه بغض النظر عن الانتماءات، لو باسم عودة ده كان اشتراكيين ثوريين ناس كانت هتفتكره برضو بالخير. يا اخي شوف حتى منظر الرغيف كان شكله عامل ازاي ايام باسم عودة، الله يمسيه بالخير والله. شوف منظر الرغيف كان قد ايه وكان شكله عامل ازاي. لما يبقى في الناس واحد بس، يبقى في واحد محترم على راس المكان اللي هو فيه، الدنيا بتتظبط. انت للاسف بتنقي المحترمين وبتحطهم في السجون، فهتطلع عندك مستني ايه؟ تعال بقى الخص المشهد ده كله. تحجج الحكومة بزيادة التكلفة على الدولة ورغيف العيش، طلع هيثم أبو خليل الإعلامي والحقوقي لخص لك الحدوتة دي كلها في بوست كده ظريف. قال لك إيه؟ قال لك مصر محتاجة تعليم، صحة، رغيف عيش، ولا مسجد مصر الكبير؟ مع العلم إن مسجد الفتاح العليم المقام على مساحة 16 فدان لم يمر على افتتاحه سوى 3 أعوام، وتجاوزت تكلفة بنائه مع الكاتدرائية أكثر من مليار جنيه. نو كومنت، نكم مفيش تعليق، حضرتك حط دي جنب دي واستنتج انت المشهد كما تحب.